أصدرت وزارة المالية بيانا أكدت فيه العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. وأضاف البيان أن الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي. وأشار إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.